متابعينا الكرام، الشوط السادس عشر والاخير مسك الختام، خصص الابكار ومهجنات الاذاعه. المسافه هي الاربعه كيلو متر. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. ونفتتح اذاعتنا ضبا عبد الله محمد الحميد الجنيبي. اما المركز الثاني غزر حمد مخيت بن يابر الجنيبي. اما المركز الثالث فعندنا ثالث المراكز، عندنا الشهري محمد بن حميد بن علي الدرعي بن عليوه. اما المركز الرابع فنتابع في رابع المراكز، مركز الرابع يا متابعينا تابع اللي هو تواجد شقر حمد بن سالم بن ثعلوب. مركز الخامس طيف علي بن حمد بن علي النعيمية. هذا ندانا على الخمس المراكز الأولية، ونسير وياكم مع الكوادر الأمامية. نسير ما شاء الله مع الانفراد الثلاثية، نسير هناك مع الحضور من غزر حمد مخيط بن يابر الجنيبية، ومن ضبع عبد الله محمد بن حميد الجنيبية. سلام عيال يابر مسيطرين هناك في الصدارة. بينما المركز الثالث شاهنية محمد بن حميد بن عليوه. تحياتي لابو قسيمة، هنا مشارك وعن غربة مع هذه الأسامية، فحضور طيب للشاهنية. أما المركز الرابع والخامس السادس، خذ لفة بعدسة الكاميرا، هناك شعار النعيمي وشعار حمد بن سالم بن ثعلوبة المتواجدة في خامس وسادس المراكز. ننتظر مشاهدينا الكرام لحين اقتراب الشعارات، ونحن الآن في 2 كيلو المتبقية. انتصفت المسافة ولا زال ما شاء الله حضور واضح من قبل ضبا عبد الله محمد بن حميد الجنيبي هي التي تسيطر في الشوط. أما المركز الثاني فهي الشاهنية محمد بن حميد بن عليوها الدرعي. والمركز الثالث راعي الشاهنية، هناك في المركز الثالث راعي الشاهنية متواجد أيضا في هذا الشوط، راعي ما شاء الله تبارك الرحمن ضبا عبد الله محمد بن حميد الجنيبي. لا زال مسيطر سيطرة قوية منذ الانطلاقة، وهي تندفع اندفاع واضحة ضبا في هذا الشوط. أما المركز الثاني فهي الشاهنية محمد بن حميد بن عليوه الدرعي. لننتقل للمركز الثالث والرابع والخامس بعدسة الكاميرا، نكتفي لحين اقتراب الشعارات. شعار مخيط بن يابر راعي غزر في المركز الرابع الثالث، ولكن نعود دائما الى الحضور، نعود الى الابداع، نعود الى ضبا عبد الله محمد بن حميد الجنيبي. ال 1200 متر التي تفصلنا عن نهايه زمن الشوط، هذا الحضور وهذا الاداء وهذا الابداع من قبل ضبا عبد الله محمد بن حميد الجنيبي. اما المركز الثاني فهي الشاهنيه محمد بن حميد بن علوه الدرعي. الكيلو متر الاخير، كيلو الحزم، كيلو العزم، كيلو السرعه، كيلو التحدي،
تشكيل واظهار ما في جوف، هذه الاصايل من مخزون. الله الله ومسك الختام، وين الناموس؟ هل هناك مع عبد الله محمد بن حميد الجنيبي ام مع هناك راعي شاهنية محمد بن حميد بن علوها؟ الدرعي ثنائي واضحه، ممثلين الرقيعات والقوع الشعارين نتمنى لهم التوفيق، ثنائي واضحه. خذ لفه على المركز الثالث والرابع، فارق كبير، نعتذر عن بقيه المراكز بسبب الفارق الواضح. والى السبدون اوامر العصيف الابطان، وين يا ترى؟ هل هناك ضبا؟ هل هناك الشاهنيه؟ وايش اللي بتحصل على ناموس الشوط؟ الشاهينية بدون أوامر تنتقل للصدارة، عصاها في الأبطان. سلام يا راعي الشاهينية محمد بن حميد بن عليوه الدرعية، أشكرك أشكرك يا راعي الشاهينية، حضور وجاهزية مميزة للشاهينية. مركز الثاني ضبا عبد الله محمد بن حميد الجنيبية، خلونا مع الشاهينية. سلام يا محمد بن حميد بن عليوه الدرعية بدون أوامر، مركز الثاني ضبا عبد الله محمد بن حميد الجنيبية، ثنائي ثنائي في الشوط. يا ترى هل الشاهنية بتثبت الوجود؟ نعم الشاهنية في الصدارة، الشاهنية محمد بن حميد بن عليوه الدرعية. سلام والناموس البن عليوه، سلام بقسيم والناموس موصول لحميد بن عليوه وابناء جميعهم. الناموس يا راعي الشاهنية محمد بن حميد بن عليوه. أما المركز الثاني شقرة، هناك ضبا عبد الله محمد بن حميد الجنيبي. المركز الثاني ضبا عبد الله محمد بن حميد الجنيبي، التوقيت 6 دقائق 16 ثانية و20 جزء من الثانية. أما المركز الثالث شقرة حمد بن سالم بن ذعلوبة الدرعي. المركز الرابع كانت فيه احترام محمد بن حمد بن حميد الدرعي. المركز الخامس كانت فيه الشايب عبد الله بطيب بن حميد الدرعي. المركز السادس كانت فيه السادس الطليلية محمد بن عبيد بن علي بن ناصر الدرعي. الناموس الناموس المالك الشاهنية محمد بن حميد بن علي الدرعي. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه المنافسات الصباحية، أوصيكم في هذا اليوم الأكثر من الصلاة على رسول الله، ولا تنسون سورة الكهف، صلوا وارحمكم يرحمني ويرحمكم الله. اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد.